من بعد المريخ نستضيف أهم حدث على الأرض، وبكل فخر ندخل التاريخ. تواصل العقول وصنع المستقبل شعارنا، وإكسبو 2020 في دارنا. بنفرد للعالم أجنحة، ولكل دولة كتاب بنفتحه، عشان نترك علامة وننسجم مع الطبيعة، بنمزج التقنية بالاستدامة، بنمد جسور التواصل بين الواقع والخيال، ونكسر الحاجز بين الممكن والمحال. بنفتح للمستقبل 1000 فرصة وباب، ونخلق للأسئلة أكثر من جواب، وبنلتقي ونستانس مع طلاب المدارس، ونتبادل الأفكار عن المعرفة والابتكار، ونستمتع وايد مع لطيفة وراشد. ومن طموح الشباب بنستلهم رؤى الغد، وبنتبنى أحلامهم إلى ما لا نهاية وحد. ولنا مع المتطوعين وقفات من كل الجنسيات ومختلف الثقافات، بنصعد على القمم مع أبطال التحدي أصحاب الهمم. وللمرأة دور عظيم، والاهتمام ابها تكريم، فهي قائدة التأثير وصانعة التغيير. يا سلام على قاعة الطعام بكل النكهات، وأشهر الطهات وشغل الروبوتات. وعلى موسيقى الشعوب بتغني القلوب، وبتستمتع الحواس بعروض الفن والإحساس، ومن منجوس التراث بنراويكم الدانات من كنوز الإمارات. ها شباب، وين سايرين؟ إكسبو 2020. في عامنا 50 زوارنا بالملايين، بنراويكم أكبر شاشة عرض شافت العين. خلكم في إكسبو 2020 ولا تخوزوا. Why is it?